السلام عليكم إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم. تصميم جديد لمساحة 150 متر كاري. الطابق الأرضي هو عبارة عن محلات تجارية، الطابق الأول والثاني والثالث سكني. صاحب الطلب طلب أنه يكون كل طابق فيه شقة واحدة مستقلة، وكل شقة تتكون من عدة أجزاء أساسية: صالون، مجلس ضيوف، سيجور، مجلس عائلة أو قاعة جلوس، 3 غرف فندقية أو ماستر، مطبخ، حمام خاص بالضيوف أو لا، مرحاض خاص بالضيوف، وحمام أو مرحاض خاص بالعائلة. غادي نشوفو الشرح جميع. إذن على بركة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. غادي نبدأ الشرح التصميم. أولا القطعة الأرضية. القطعة الأرضية اللي معنا اليوم هي عبارة عن قطعة أرضية لمساحة ديالها 150 متر كاري، 10 متر على الواجهة، و 115 متر في العمق. صاحب الطلب طلب أنه يكون محل واحد بعدة أبواب على الواجهة، كل باب فيه 3 متر، 3 متر 7، 3 متر 10، زائد نوافذ علوية من أجل التهوية. هنا عندنا المرحاض الخاص بهذا المحل، القياس ديالو 1.63 متر على 2.35 متر به منطقة التهوية بشكل مستطيل من أجل كسب بعض المساحة. هنا عندنا المدخل، هنا المدخل بقياس 1.80 متر على 3.49 متر، مدخل جيد، مساحة جيدة. وهنا عندنا نقطة الانطلاق نحو الطوابق العلوية، تنمشي مسافة عدة درجات وتلقى منطقة الاستراحة للدرج، عندنا هنا بقياس 1.10 متر، ثم تمشي مسافة وتنقلب على اليمين. هذه المنطقة تكون عندنا فوق المحل التجاري، مي غير تكون في علو شوية كبير، يعني ما تديرش واحد الإزعاج كبير بالنسبة للمجازة أو للمحل التجاري من الداخل تاعو، لأنها تكون عالية. غادي ندوزو دابا للطابق الاول والثاني والثالث اللي غيكونوا متشابهين من ناحيه المساحه ومن ناحيه التصميم. عندنا هنا نقطه الوصول، ثم عندنا هنا نقطه الانطلاق الى الطابق الثاني. نقطه الوصول ثم نشرحو التصميم عاد باش نشوفو القياسات ديالو. عندنا هنا المدخل، في الجوار ديالو كاين حمام الضيوف او لا مرحاض الضيوف اللي تنقسم الى قسمين. قسم اول اللي فيه مغسله اليدين او لا قسم غسل اليدين، زائد المرحاض، ثم المطبخ، ثم الصالون او مجلس الضيوف، ثم سيجور مجلس عائله او قاعه الجلوس، كذلك بهو مرحاض خاص بالعائله، ثم الغرفة الأولى مقابل للباب دريسينج، ثم حمام خاص بالغرفة، زائد شرفة مطلة على شرفة صغيرة. الغرفة الثانية بها نافذة مطلة على الجهة الخلفية، زائد الغرفة الثالثة بها حمام خاص، زائد خزانة ملابس ومطلة أيضا على الجهة الخلفية. نأخذ القياسات. القياسات اللي عندنا اليوم كما قلنا، هنا منطقة الوصول زائد المدخل.
المدخل أولا بيت السلالم، المساحة ديالو 3 متر و16 على 3 متر و58. عند المدخل عندنا هذا المكان اللي المساحة ديالو 2 متر و36 على 1 متر و38، اللي تلقاو فيه منطقة المرحاض الخاص بالضيوف، للمساحة ديالو 2.45 متر على 2 متر و15، اللي تنقسم إلى قسمين، قسم خاص بغسل اليدين زائد قسم مرحاض. ثم لدينا هنا مطبخ اللي تنقسم إلى للمساحة ديالو 5 متر و22 على 3 متر و58، بنافذة تطل على الواجهة الأمامية. ثم عندنا الصالون أو مجلس الضيوف للمساحة ديالو 4 متر على 5 متر و90، به نافذتين من أجل التهوية ومن أجل الضوء، مطلان على الواجهة الأمامية. ثم السيجور أو مجلس العائلة أو قاعة الجلوس للمساحة ديالها 3 متر و48 على 4 متر و19. ثم بعد ذلك عندنا مدخل البهو للمساحة ديالو 4 متر على 2 متر و89، به عدة أبواب، منها باب المرحاض الخاص بالعائلة. ثم الغرفة الأولى للمساحة ديالها 4.70 متر على 2.90 متر، بها أيضا كما قلنا الشرفة. ثم الغرفة الثانية للمساحة ديالها 4.67 متر على 2.89 متر. ثم بعد ذلك عندنا الغرفة الثالثة للمساحة ديالها 5.70 متر على 3.58 متر. كل غرفة هنا تحتوي على حمام، ما عدا الغرفة الثانية اللي فصلناها على أساس أنها غرفة أطفال، الحمام ديالها خارجي. كما تنشوف هنا عندنا البروز اللي في هذه القطعة هو 1 متر من الأمام ومتر من الخلف، فلذلك المساحة أصبحت عندنا 17 متر في العمق على 10، أي المساحة الإجمالية 170 متر كاري. كما قلنا صاحب هذه القطعة كان الشرط ديالو أن منطقة الضيوف والخدمات تكون منفصلة شيئا ما عن منطقة الغرف النوم، فلذلك رجعنا إلى أن نقسم الشقة إلى قسمين، قسم خاص بالضيوف والمعيشة وقسم خاص بغرف النوم. فلذلك تظهر لنا هنا بأن الشقة منقسمة إلى قسمين كما نرى. كان هذا كل شيء، ونتمنى التصميم ينال إعجاب أصحاب القطعة الأرضية. شكرا على المتابعة.